مقابلة كما نقولوا نجم نوصفها من قبل الفراش، حتى نعرف عقولنا الأرجل نتاعنا موجودة هنا في السادس وعقولنا موجودة في جزيرة قرنا، بس نعطي النتيجة نتاع فريق نهر الساقي أعلى فيها مطالبين كما قلت بالثاني فات ماهوش ساهلين، فريق يلعب كما نقول من أجل تفادي مزور مش يدافع على حضوره، بقى إن شاء الله كما نقولوا المباراة تكون في فوفر الرياضية وإن شاء الله نفرح الجمهور على قدر الحياة اللي عندنا لكن الموسم كامل تتحقق إن شاء الله في آخر مباراة تاع اليوم. لكن عليك ما فكرة الحديث في خطي تخلي روحها للوضعية هذيا. أول حاجة احنا تقريبا 70-80% تبعين الفريق في التسديد مصابين بالحصول على نتيجه وحيده للقليل ما شاهدته من حسابات المفاجاه في فرق المنافس المنافس كيف عم تحصل غير بالجوز ولا الانتصار ولا الانتصار وفريق من خلال نتائج التسديد حققها في المقاعدة الاخيره مع جاهز للقيام بوجه الخروج بكل استدامه الوضعيه الموجوده خلال الوجه في حد الشخصي رغم الفارق في التسديد ورغم نرفع في حقوق المريض ولكن عندنا في السيف السوداء ما كانش عندي مقابله كبيره ياسر. طيب لا ما نفهموا في النظام تاعنا ان شاء الله نكسبوا ونستنى كان فما حاجه في الامور احسن على غالب مصيريه نوعا ما ممكن المقابله المصيريه اصعب المستقبل صلي عليه ويحافظ على تعادل على الاقل من شيء ما لكن ما عرفتش في ذاك الحديث اليوم توصل تخلي روحك في وضعيه كما هذه. السؤال الإجابة نتاعو ثانية، إذا تشوف معدل الأعمار نتاع اللاعبين 19 20 سنة بعد ما عاد بالخير، أكيد أنا اللاعبين هذوما فرطوا في عدد اللقاءات خرجنا فيهم بالتعادل، كنا نجم ننتصروا على الفرق هذيا، لماذا انتهت بتعادل مؤسف، نسجلوا احنا في المقابلة ثم يرجع علينا المنافس، الخبرة عندها دور، خلات ربما بعض اللقاءات تفلت علينا، ان شاء الله نتجاوز العقرة هي وان شاء الله يكتب وان شاء الله نشوفه احسن فينا. ولا هاتيني 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 ول
Thank you.
واحد يقول لك